جولة إخبارية جديدة على أون لايف. أهلا بحضراتكم. أهلا بك ترك. أهلا بك نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. انتصف يوم القاهرة. تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاجتماع هو الثاني لآلية التنسيق، حيث عقد الاجتماع الأول في عمان في 14 من يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو التشاور بين الدول الثلاث من أجل بحث سبل دعم القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى قبيل انعقاد اجتماع الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي. وعلى الفور شجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة بزعم أنه يضعف من سيادة البرلمان. وتظهر وثائق المحكمة أن تجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير الماضي يطبق على المستوطنات العشوائية التي لم تبنى بقرار من الحكومة. وجاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا، فضلا عن عدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية. الفشل في التوصل إلى سلام وفقدان الأمن عنصران تمكنا من تحويل إسرائيل إلى مكان طارد للسكان، قمع استمرار سياسة الاستيطان والقمع وتنامي موجات الكراهية والإجراءات التعسفية في الأماكن المقدسة. فقد بدأت موجة الهجرة العكسية من إسرائيل التي طالما حلم اليهود بالعودة إليها المزيد. حول هذا الملف في هذا العرض المعلوماتي مع بسمة السعداوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يبدو أن أرض الميعاد لم تعد عامل جذب للكثير من الإسرائيليين حتى في عيون من يعيشون فيها. فقد كشف تقرير صادر عن مكتب الأحصاء في الدولة الإسرائيلية أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد يفوق عدد العائدين إليها، وهي سابقة لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات. ووفقا لصحيفتها أرتس الإسرائيلية، بلغ عدد المغادرين لإسرائيل عام 2015 للاستقرار في دول أخرى بلغ 16700 شخص، أغلبهم كان من العائلات، بينما عاد 8500 إسرائيلي فقط، وهي أدنى نسبة تسجل منذ 12 عاما بحسب الأرقام الرسمية لأعداد المهاجرين إلى إسرائيل. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أنه منذ العام 1990 وحتى العام 2012 هجر من إسرائيل قرابة 495,000 شخص، عدا منهم قرابة 212,000 بعد غياب طويل، ما يعني أن عدد المهاجرين في هذه الفترة كان 283,000 شخص. لكن حسب تقارير إسرائيلية تصدر تباعا، فإن التقديرات تشير إلى أنه في العالم حاليا ما بين 800,000 إلى 1,000,000 شخص من حملة الجنسية الإسرائيلية يقيمون بشكل دائم خارج إسرائيل، وهم في عداد المهاجرين. ووفقا لتقرير لمعهد سياسة الشعب اليهودي، فإن نسبة الإسرائيليين الذين ولدوا في الخارج لوالدين مهاجرين من إسرائيل ارتفعت من 45% في الثمانينيات إلى 70% في السنوات الأخيرة. ويقول التقرير ذاته
أن الغالبية الساحقة من هؤلاء الأبناء لم يعيشوا البيئة الإسرائيلية، أي أنهم من حاملي الجنسية فقط، ما يعني خلق شريحة مسجلة في السجلات الإسرائيلية كسكان فقط، بعيدة كليا عن إسرائيل وعن المجتمع الإسرائيلي. وتواجه عمليا الاندماج الكلي في مجتمعات الأوطان التي تعيش فيها، فسعت إسرائيل منذ إقامتها عام 1948 وبكل الطرق إلى جذب المزيد من يهودي دول العالم إليها، مستغلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة في دول العالم التي يعيش بها يهود، وذلك لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل. وبحسب مسؤول الإعلام في الوكالة اليهودية للاستيعاب والهجرة إيغال بالمور، تختلف أسباب الهجرة من بلد إلى آخر، فمن فرنسا يهاجر اليهود بسبب الأزمة الاقتصادية والتفجيرات الإرهابية، أما في أوكرانيا بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة والحرب الأهلية، كذلك في روسيا بسبب الأزمات الاقتصادية، أما في اليمن بسبب الحرب الأهلية، ووفق تقرير لمعهد سياسة الشعب اليهودي. فإن ازدياد الهجرة العكسية من إسرائيل يرجع إلى أسباب عديدة، أهمها كما نشاهد على الشاشة أمامكم عدم تحقيق أي إنجاز في ملف السلام مع الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية، ما يزيد من حالة الاحتقان والغضب لدى الفلسطينيين، وأيضا فقدانهم لعنصر الأمن نتيجة للعنف واستهدافهم من قبل الفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الظروف الاقتصادية مقارنة بدول أخرى تكون لديهم فرص للإقامة بها كدول أوروبا كما نشاهد على الشاشة. أشكركم شكرا جزيلا على حسن طيب المتابعة، وعودة مرة أخرى إلى زملائي. تتلقى قطر تنظيم الحمدين الضربة تلو الأخرى لإجهاض مساعيها التخريبية في المنطقة، ففي آخر ضربة لها أعلن الشيخ عبد الله بن علي الثان قرارا من الملك سلمان وولي العهد السعودي بتخصيص غرفة عمليات تتولى شؤون القطريين، في خطوة من شأنها إفشال مخطط تدويل ملف الحج الذي كان يعول عليه تنظيم الحمدين للضغط على المملكة. صفعة جديدة تلقاها تنظيم الحمدين في قطر في محاولته تسييس ملف الحج لاستخدامه كورقة ضغط على الدول المقاطعة للدوحة، بعد أن قطعت المملكة السعودية الطريق على تنظيم الحمدين لتدويل الأماكن الإسلامية المقدسة بقرارها فتح معبر السلوى الذي يفصل الحدود السعودية عن الحدود القطرية بفضل وساطة الشيخ عبد الله بن علي الثاني. يواصل عبد الله الثاني مساعيه لإيجاد حلول عقلانية للأزمة، فقد أعلن الشيخ على صفحته على موقع تويتر عن نتيجة أسفر عنها لقاؤه مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ أعلن عن تخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين تحت إشرافه، فضلا عن تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم. عبد الله الثاني نفى أيضا إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين في السعودية. وبعيدا عن أسلوب العناد الذي تنتهجه الدوحة، تظهر جهود الشيخ عبد الله الثاني كطاقة نور لتسهيل الحياة على الشعب القطري الذي عانى الأمرين بسبب عناد حكام لا يقدرون مسؤولية مواقعهم. قال عيسى السويدي عضو سابق بمجلس شورى تنظيم الإخوان في الإمارات إنه تم استغلال وجوده في قطر لتنظيم اجتماعات لتنظيم الإخوان الإرهابية. يعد السويدي شاهد عيان على دعم دوحة الإرهاب. فترة تواجدي في قطر اتصل بي أحد المدانين بالتنظيم السري طالبا استخدام شقتي الخاصة، وطبعا أعطيت المفتاح لاستخدامها. بعدها اكتشفت أن سبب الطلب هذا لعقد لقاء تنظيمي بين تنظيم الإخوان في دولة الإمارات وتنظيم الإخوان في قطر، وأنا صراحة مش مستغرب يعني أن يصير مثل هذا اللقاء، لأن العلاقة يعني موجودة بين التنظيمين وقديمة، حتى يعني من خلال يعني مؤسسة أكبر اللي هي التنسيق الخليجي، فالتنظيمات الخليجية كلها موجودة في هذه المؤسسة والعلاقة بينهم قريبة، ويعني في كثير من اللقاءات تحصل.
وطبعا بعد اكتشافي انا هذا الامر تاكد لي اني انا تم يعني استغلال وجودي في قطر لخدمه اغراض تنظيميه مثل الاجتماعات. واكد عيسى السويدي العضو السابق بمجلس شورى تنظيم الاخوان في الامارات ان قطر وفرت دعما ماديا لافراد التنظيم الفارين من الامارات. وفعلا بدات التوقيفات على اعضاء التنظيم وقياداته لما حس يعني بعض القيادات بعمليات التوقيف غادروا الدولة، منهم من هرب إلى قطر، منهم من هرب إلى قطر، ومن ثم من قطر إلى يعني دول أخرى، وهذا ما كان يعني شيء عشوائي، إنما كان جزء من خطة للطوارئ موضوع من السابق يعني. وهذا يعني تنظيم محكم مثل تنظيم الإخوان دائما عنده بدائل وعنده الخيارات الأخرى في حالة يعني توقيف قيادات التنظيم، يكون هناك يعني بدائل أخرى للتعامل مع هذا الحدث، سواء بتشكيل يعني قيادة جديدة داخلية أو قيادة خارجية حسب ما يقدر لها في ذلك الفترة. لكن هي مسألة منظمة لم تكن يعني عشوائية، وبالفعل يعني قادروا إلى قطر، وفي قطر تلقوا الكثير من الدعم المادي والمعنوي، وبما في ذلك يعني الحصول على المرور الآمن إلى دول أخرى، وهم يعني جوازات سفرهم منتهية، يعني يؤكد أن هنالك دعم تلقوه من قطر في هذه المسألة. لأن من الصعب لشخص أن يخرج من أي دولة من أي مطار من أي منفذ بدون أن يكون جوازه يعني ساري المفعول. واكيد بعضهم لا زال يعني كان يعني بقي في قطر، لكن البعض الاخر يعني لقى فرصه ان يعبر الى دول اخرى. تسير شركة مصر للطيران اليوم 21 رحلة جوية لنقل أكثر من 5000 حاج إلى الأراضي المقدسة، بواقع 12 رحلة إلى مدينة جدة وتسع رحلات إلى المدينة المنورة. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت وصول أكثر من 3300 حاج من الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة حتى الآن. كما كشفت وزارة الداخلية عن مغادرة أكثر من 14000 حاج فائز بقرعة الوزارة إلى المملكة العربية السعودية، في حين وصل نحو 10000 حاج ضمن بعثة الحج السياحي التي تضم نحو 36000 حاج. دمرت قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء عدة أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، كما دمرت 8 دراجات نارية وعربت ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وضبطت القوات 3 تكفيريين وسيارتين بهما عدد كبير من لفافات نبات البانجو المخدر على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء. أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله بإحالة رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بإهدار 32 مليون جنيه من المال العام. وكانت لجنة مشكلة من النيابة العامة قد كشفت عن وجود عديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكوران، وشملت تقاضي أحدهما مبلغا ماليا دون وجه حق تحت مسمى حوافز، وقيام الآخر بالموافقة على صرف مبالغ مالية لأشخاص وجهات تابعة لإحدى الوزارات دون موافقة السلطة المختصة. تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة سماع الشهود في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهما آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام ربعة. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان ربعة العدوية، ميدان هشام بركات حاليا، وقطع الطريق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. مشاهدينا الكرام، هذه نشرة ما يزال فيها المزيد وفيها بعد الفاصل. الجيش اللبناني يعلن بدء عملية فجر الجارود ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
أهلا بكم من جديد. أهلا بحضراتكم. قتلت الشرطة الروسية رجلا قالت إنه طعن 8 أشخاص بسكين في مدينة سوغورد شرق البلاد، وأفاد تقارير بتعرف الشرطة على هوية المهاجم. وقالت إن السلطات تستبعد فرضية العمل الإرهابية. أصيب 7 بينهم طفل في حادث دهس بمدينة سيدني الأسترالية، وذلك وفقا للشرطة. وقالت إن سائق السيارة فقد السيطرة عليها بسبب وعكة صحية مفاجئة ما تسبب في اصطدامه بمجموعة من المشاة. يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لا تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي. أعلنت الشرطة الفنلندية أن المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في مدينة توركو مغربي الجنسية ويبلغ من العمر 18 عاما. يأتي هذا فيما اعتقلت السلطات 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بالحادث الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، مرجحة أن يكون الحادث له علاقة بالإرهاب. هذا وتستمر الشرطة في إسبانيا بتعاقب منفذي هجمات برشلونة التي أودت بحياة 14 شخصا، بينما أصيب عشرات. وعلى وقع هذه الهجمات رفع العديد من الدول الأوروبية حالة التأهب تحسبا لعمليات أخرى. صدمة برشلونة أضربة الأحدث في سلسلة هجمات يستخدم فيها إرهابيون الحافلات منذ 1.5 عام تقريبا، لتوقع نحو 130 قتيلا من باريس وبرلين وحتى بلجيكا وإسبانيا. حافلات الموت هي وسيلة غير معقدة لكنها مميتة ويستحيل إيقافها، مما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى مضاعفة احتياطاتها الأمنية، خصوصا ألمانيا المقبلة على انتخابات عامة. ومع استمرار عمليات البحث عن المتهم الرابع في هجومي لاس رامبلاس وكامبلاس، صرح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بأن التوجه الحالي في أوروبا هو التعاون في مكافحة الإرهاب. تبقى المشكلة الأهم في أوروبا حاليا هي الحرب على الإرهاب، حيث أن هذا هو الشاغل الأكبر للقارة كلها بعد الهجمات التي وقعت في باريس ونيس ولندن وبرلين وحتى في السويد. وتعتقد الشرطة الإسبانية أن هجمات برشلونة نفذتها خلية مكونة من 12 فردا في منطقة الكانار، ومن بينهم 3 مغاربة تم قتلهم، والرابع إسباني يدعى يونس أبي يعقوب لا زال فارا. خلية القنار مكونة من 12 شخصا وكانوا يخططون لهجوم واسع، إلا أن الشرطة نجحت في التصدي لمخططاتهم. لدينا الآن 5 قتلى من بينهم 3 مغاربة في منتجع كامبرليس. أما عن سائق الشاحنة لا نستطيع تأكيد مقتله، فربما يكون على قيد الحياة وعبر الحدود إلى فرنسا. إرهاب منخفض الكلفة، هكذا يصف محللون وخبراء في أوروبا الهجمات المماثلة لاعتداءات برشلونة، فهي عمليات يسهل تنفيذها ويعتبر مدى فعاليتها هائلا نسبة إلى كلفتها. فباتت أوروبا أمام اختبار صعب ومواجهة بعيدة المدى تستلزم مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود. بالهجمات الأخيرة التي ضربت إسبانيا مساء الخميس، تكون أوروبا قد فقدت 364 قتيلا ومئات الجرحى في سلسلة عمليات إرهابية ضربت مختلف الدول الأوروبية خلال العامين الأخيرين.
وفي هذا الإطار ونفس الموضوع مشاهدينا الكرام، يدلي الآن وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو بهذا البيان في مؤتمر صحفي بشأن عملية الدهس ببرشلونة. نتابع على الهواء. بعثوا تلك الرسائل ونحن نعمل من كثب مع السلطات حتى نقدم المساعدة لضحايا الإرهاب، وحتى أيضا نحقق تقدما في التحقيقات للعثور على الجنات وداعميهم. طبعا عملنا أيضا، نحن نعمل مع قوات الشرطة ولكل حلفائنا والقوات والسلطات الأمنية لكل حلفائنا، كما أننا طبعا نبقي على قسم إدارة التحقيقات الإرهابية، ونحن ندعو المواطنين لتقديم أي معلومات تكون بحوزتهم. اليوم طبعا تم إعلامنا بأن هناك 250 مكالمة قد تم تلقيها من المواطنين الإسبان بشأن معلومات ربما قد نستعملها، ومعلومات بشأن إرهابيين محتملين ونشاطات إرهابية محتملة. وبعض تلك المكالمات لها علاقة بأشخاص نحن نراقبهم كإرهابيين أو كمتشددين محتملين. إذن خلاصة الأمر، علينا جميعا أن ننخرط في هذا الكفاح ضد الإرهاب، وأنا أدعو كل المواطنين لتقديم أي معلومات وأشكرهم على ذلك. Hemos dispuesto cuatro canales de comunicación para trasladar posibles situaciones de radicalización en su entorno, que se hace de una forma anónima y además segura. La página web y el correo electrónico de estos radicalistas. Estos sistemas están permitiendo la aportación de muchos datos que, sin duda alguna, ha posibilitado, en muchos casos, la detención de muchos radicales que después están en prisión como consecuencia. هذا ونوري حضراتكم مشاهدينا الكرام بما يستجد في مسألة هجمات برشلونة وما سوف يدلي به وزير الداخلية الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي يديره حاليا والذي تابعنا بالفعل جزءا منه. ونواصل نشرة الأخبار، حيث بدأ الجيش السوري وحزب الله اللبناني عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي تنظيم داعش على الحدود السورية اللبنانية. وقال حزب الله إن العملية تجري داخل الحدود السورية. وتتزامن العملية مع بدء الجيش اللبناني هجوما ضد داعش داخل الأراضي اللبنانية، حيث أعلن الجيش اللبناني عن بدء حملة عسكرية باسم فجر الجارود ضد تنظيم داعش على الحدود الشمالية مع سوريا. وذكر مصدر أمني أن الجيش نفذ قصفا عنيفا بالمدفعية وصواريخ قرب بلدة رأس بعلبك، واتخذ الجيش اللبناني قرارا بعدم التنسيق مع أي جهة أخرى في معركة الجارود بتكليف من مجلس الوزراء لتجنيب تحويلها لمعركة طائفية. وقدرت مصادر أمنية لبنانية عدد إرهابي تنظيم داعش بنحو 600 عنصر موزعين على 3 مجموعات. هذا وتفقد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون غرفة العمليات بقيادة الجيش للاطلاع على سير العمليات العسكرية ضد داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، كما تبع تحرك قوى الجيش في المنطقة واشتباكها مع المجموعات الإرهابية، وأجرى اتصالا هاتفيا بقادة الوحدات المقاتلة أكد خلاله وقوف جميع اللبنانيين إلى جانبهم. في العاصمة العراقية بغداد، قال قادة عسكريون عراقيون إن قوات بلادهم تحركت إلى مواقع حول مدينة تل عفر هدفهم المقبل.
في حملة تحظى بدعم الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بعد 5 أسابيع من استعادة السيطرة على الموصل. استعرض المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مقترحا أمام مجلس الأمن لضمان عمل ميناء الحديدة الذي يتضمن تشكيل لجنة يمنية مكونة من شخصية عسكرية تحظى بقبول واسع وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. عنف اليمن يزداد وتغليب صوت العقل والمصلحة لا تعترف به الميليشيا المسلحة، فاليمن الذي كان سعيدا أصبح جائعا ضائعا ولم يسلم جسده من الكوليرا، الأمر الذي استرعى انتباه الأمم المتحدة لتعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن. مسؤول الأمم المتحدة أوصوا بضرورة زيادة الوصول إلى المناطق الواقعة بشمال البلاد والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية، خاصة عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، مطالبين الدول الأعضاء دعم آلية لتفتيش الشحنات التجارية المارة عبر الموانئ الخاضعة للمسلحين. أهمية ميناء الحديدة تكمن في كونه أحد المنافذ الرئيسة لوصول المساعدات الغذائية إلى اليمن، كما يصل عبره نحو 80% من واردات الغذاء لليمن، ولذلك يحاول المسؤولون بالأمم المتحدة تفادي وقوع هجمات من جانب الميليشيا على الميناء. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد في كلمته أمام مجلس الأمن أنه كلما طال أمد الصراع زادت مخاطر انتشار الجماعات الإرهابية واشتد نفوذها. ويشتمل المقترح على خطة عملية ترتكز على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية مكونة من شخصيات عسكرية واقتصادية تحظى بقبول واسع وتعمل تحت إشراف وإرشاد الأمم المتحدة. ومن جانبه أبدى وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي استعداد الحكومة اليمنية فتح مطار صنعاء شريطة تسليمه لموظف الدولة، مضيفا أن مشاركة ميليشيا الحوثي في كل جولات المفاوضات جاءت للمناورة وكسب الوقت. الحل الأنسب والأنجع لما تواجهه بلادي اليمن من أوضاع إنسانية وصحية غاية في الخطورة والتعقيد هو الحل السياسي السلمي. تحييد المسار الإنساني في اليمن عن النزاع السياسي وتسليم ميناء الحديدة للجنة يمنية تعمل تحت إشراف لجنة دولية أصبح الشغل الشاغل لمسؤولي الأمم المتحدة كمحاولة لإنقاذ اليمن من الصراعات التي أنهكته على مدار السنوات الماضية. قالت كوريا الشمالية إن أسلحتها النووية لا تمثل خطراً على أي دولة عدا الولايات المتحدة التي تهدد بتوجيه ضربة عسكرية ضدها. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية قولها إن التسليح النووي يهدف إلى كبح ما وصفتها بخطوات واشنطن المتهورة. وأضافت الصحيفة أن بيونغ يانغ لن تبدأ أو تهدد بأي هجوم نووي ضد أي دولة في العالم إلا في حال مشاركة هذه الدولة في عملية عسكرية ضد كوريا الشمالية بقيادة الولايات المتحدة. نددت الولايات المتحدة بتولي الجمعية التأسيسية في فنزويلا السلطة التشريعية بدلا من البرلمان المنتخب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناوت إن واشنطن ستواصل استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو طالما استمر في توجهاته نحو الديكتاتورية. وكانت الجمعية التأسيسية قد تولت أمس السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتبنت مرسوما يمنحها حق تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ الأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. وزارة الصحة تستضيف خبيرا بريطانيا في أمراض القلب لعلاج المواطنين بمستشفى معهد نصر. أهلا بحضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونتابع هذا القسم الأخير من النشرة.
استضاف مستشفى معهد ناصر الخبير البريطاني كوماران راجابان استشاري كهروفسيولوجيا القلب والمنظمات الصناعية بمستشفى أكسفورد، وذلك من أجل علاج عدد من الحالات. يأتي ذلك في إطار برنامج الوزارة لاستضافة الخبراء الدوليين لمناظرة وعلاج المواطنين بدلا عن العلاج في الخارج. وفي تصريحات خاصة لأونلايف قال الدكتور هشام الأعصر الاستشاري القلب بمعهد ناصر إن المعهد مزود بوحدة تم تطويرها بأحدث الأجهزة الحديثة لعلاج الحالات المصابة بأمراض القلب. هو الحقيقة الوحدة اللي بيتم افتتاحها النهاردة تم تطويرها على مدار السنة اللي فاتت بجهاز كهروفيزيولوجية القلب ثنائي الأبعاد وجهاز كهروفيزيولوجية القلب ثلاثي الأبعاد. الأجهزة دي بتخدم المرضى اللي بيعانوا من تسارع في ضربات القلب الأذينية والبطينية والذبذبة الأذينية. دول الحقيقة في منهم نسبة كبيرة جدا موجودين في مصر وبنتعامل معاهم هنا في المعهد، وفي معظمهم بيبقى مجانا على حساب نفقة الدولة، جزء منهم تأمين صحي وجزء قليل جدا جدا هو اللي بيبقى خارج هذه المنظومة. قال وزير القوى العاملة محمد صعفان إن معدل البطالة في انخفاض مستمر، وخلال مؤتمر صحفي بالوزارة أشار إلى انخفاض المعدل إلى 11.98% بنهاية يونيو الماضي، لافتا إلى استهداف وصول هذا المعدل نحو 6.7 بحلول عام 2021. في بداية 2016 كان معدل البطالة 12.77%، مع 30/6/2016 كان وصل 12.6%، مع 31 ديسمبر 2016 كان وصل 12.4%، في 31 مارس وصل 12%، في 30/6/2017 وصل إلى 11.98%. لو نظرنا ان احنا هذا التغير يعطي مؤشر ان الاتجاه في صالح النهوض بالتشغيل والقضاء. جايز احنا النهاردة بنقول ان احنا خلال سنة او سنة ونص نزلنا 1%، احنا محتاجين ان احنا كل سنة يكون المعدل من 1 لـ1.5% عشان نصل الى 5 أو 5.6. هذا وشدد صعفان على ضرورة تعاون جميع أطراف العمل على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية. احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا تطوير لنظام تفتيش حتى على الأقل في السلامة والصحة المهنية، لان ده بعد خطير، ويمكن كلنا بننظر الى لما بيحصل لا قدر الله حادثة في مكان عمل بيبقى التأثير السلبي ليها غير جيد. احنا بنحاول بقدر الامكان من خلال تعاوننا مع منظمة العمل الدولية يبقى في منظومة متكاملة. هذه المنظومة مبنية على سرعة اداء المفتشين، وده نظرا لكمان ضعف عدد المفتشين الموجودين على مستوى المديريات والوزارة، وبنحاول ان احنا نطور هذا العمل عشان كمان العنصر البشري يكون استخدامه فيه قليل، بحيث ان ما يبقاش فيه نوع من انواع اي فساد او شبهة تكون موجودة في هذا المجال. تشهد سوق السيارات في مدينة نصر رواجا ملحوظا من قبل تجار وملاك السيارات، حيث يلجأ الكثيرون الى سوق المستعمل للبحث عن طلبهم هناك، حيث السعر البسيط والإمكانات المطلوبة. لم يبقى الوضع في سوق السيارات كما هو في السابق، حالة من الركود تسيطر على سوق السيارات منذ عدة أشهر، حيث أصبحت المعارض والمخازن وكذلك أسواق كسر الزيرو مقدسة بجميع أنواع السيارات، والسبب يرجع لارتفاع سعر العملة الصعبة خاصة الدولار أمام الجنيه. احنا بقالنا هنا أكتر من 10 سنين في السوق هنا، والوضع ما عادش زي زمان طبعا. تجارة العربيات النهاردة كترت، وكل الناس بقت بتشتغل في تجارة العربيات، وبتيجي زيادات في العربيات على طول، أسعار زيادات زيادات زيادات، والسوق ما عادش مستحمل أصلا الزيادات دي. بس اللي ماشي الوقت في السوق يعتبر الموديلات اللي هي 2007 2006 2005
لان الموديلات ديت دلوقتي يعني سعرها بيبقى مرتاح شويه عن الموديلات الاعلى شويه، لان في اسعار شديده الايام ديت في السوق، فكل واحد بيفكر اكتر من مره قبل ما يشتري هو بيعمل ايه وبيشتري ايه. فطبعا اكيد البيع قل. العربيات الاكتر بيع هي شريحه العربيات اللي بتتراوح ما بين مثلا من 100 ل 200 الف، وهكذا بقى الاضعف تدريجي للاعلى. عزوف المستهلك عن شراء سيارة جديدة في الوقت الراهن، الأمر الذي جعل الشركات تلجأ إلى تقديم عروض سعرية وخصومات لتنشيط المبيعات وتصريف المخزون لديها. في عميل بيفضل كسر الزيرو، في عميل بيفضل الزيرو، في عميل بيفضل عربية مستعملة موديل قديم، كل واحد على حسب، كل حد على حسب السعر المناسب ليه. يعني طبعا بعد سعر الصرف الدنيا كلها كانت واقفة تماما، دلوقتي الأسعار ابتدت إن هي تدريجيا في استقرار في سوق السيارات دلوقتي وفي استقرار في الأسعار. المختصون يرون أن ظروف السوق تحتاج لحلول غير تقليدية لتشجيع العميل على الشراء، ويتوقع البعض منهم تعافي السوق واستقرار الأسعار الفترة القادمة. إبراهيم عزت، أونلايف. بكرات لد ومقص وبطاريات وإبرة خيط هو كل ما احتاجه فريق من الشباب لتصنيع ملابس مضيئة التي تعد ربما هي المستقبل في عالم الأزياء والموضة. كل شيء أصبح متاحا، على أي حال تعالوا لنقترب ونتعرف أكثر. ما نشاهده من الملابس المضيئة هي إحدى تقنيات الويربل تكنولوجي أو تقنيات المضافة للملابس، والتي تعد هي المستقبل في عالم الأزياء والموضة. لذا فكر مجموعة من الشباب في تصنيع هذه الملابس لنشر هذا المفهوم الفريد والهام في مصر. احنا جات لنا الفكرة ان احنا نعمل ميكس ما بين أنوار الليد والفاشن، بحيث ان احنا نعمل فكرة الويربل تكنولوجي، وهو ان فاشن ديزاينرز يعملوا فساتين واحنا نركب فيها الانوار الليد وتنور. بكرات ليد، بطاريات، مقص وابرة خيط، وكل ما يحتاجه الفريق لصنع هذه الملابس. احنا بنجيب بكرة الليد وبعدين بنقص منها وبنلزقه، او يا اما بنخيطه في الفساتين وبعدين بنلحمها بكنترولرز. الكنترولرز دي بنركب فيها بطاريات وبنستعمل بريموت بنتحكم في الفساتين بقى بتنور الانوار اللي احنا عايزينها. وتستخدم هذه التكنولوجيا في عروض الازياء لاعطاء الفساتين رونقا خاص وجاذبية اكبر. أهمية الأنوار دي إن هي بتعمل من فستان بسيط، بتعمل منه شكل حلو ونقدر نستعملها في الدفليهات إن هي تخلي منظر فستان جذاب، وبالتالي يعني هنعمل من فستان شكل مختلف خالص عن شكله الطبيعي. ولعل ما يميز تلك التقنية أنها آمنة على من ترتدي الفستان، حيث إنها غير ملامسة للجلد بل مبطنة داخل الفستان، بالإضافة إلى إمكانية غسل الملابس بكل سهولة ودون أي خطورة. لما نعوز نغسل الفستان ممكن نفك اللزق أو نفك الخياطة بتاعة الأنوار ونغسل الفستان عادي. ويسعى الفريق إلى تطوير الفكرة ونشرها داخل مصر. الخطوة الجاية ان انا عايز اطور من انوار الليد واخليها تتعمل في الجيبات وفي الفساتين وكل انواع اللبس، عشان هي فكرة سهلة ولذيذة ويعني بسيطة جدا، فانا عايز انشر الثقافة دي، ثقافة الويربل تكنولوجي او التكنولوجيا اللي ينفع تتلبس. من يدري، فربما تكون الملابس في المستقبل هكذا وربما بتكنولوجيا اكثر من ذلك. على أي حال سوف النشرة الرياضية نتابع. وهذه الجولة مع زميلتي أسماء أنديل. أهلا بك أسماء. أهلا نهى. أهلا يا أسماء. أهلا بكم مشاهدينا وجولة رياضية سريعة، حيث افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة تحت سن 23 عاما، والتي تستضيفها مصر حتى 25 من أغسطس الجاري بمجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وبدأ حفل الافتتاح بطابور عرض الدول المشاركة، وألقى فؤاد عبد السلام كلمته مبديا سعادته بإقامة هذا الحفل على أرض مصر، ثم عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي والذي رحب بالحضور قبل أن يفتتح خالد عبد العزيز البطولة. وأحيا الفنان هشام عباس حفل افتتاح البطولة، كما قدمت المطربة الصاعدة أميرة رضا فقرة غنائية بالحفل الذي شهد إطلاق الصواريخ والألعاب النارية.
نجح منتخب الكرة الطائرة للشباب تحت 23 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركوس ميراندا، نجح في تحقيق الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 4-3 في إطار أولى مبارياته ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى 25 من أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع كوبا في 8 المساء اليوم في ثاني مواجهاته. وفي مباريات أخرى جرت أمس، فاز منتخب البرازيل على المكسيك 4-0، والصين على تركيا 4-3، وبولندا على كوبا 4-1، وروسيا على الجزائر 4-0، وأخيرا الأرجنتين على إيران 4-2. ودع منتخب المحلي لكرة القدم بقيادة حمادة صدقي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2018 بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره المغربي في المباراة التي جمعتهما باستاد مولاي عبد الله بالرباط. كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل إيجابي 1-1 ليصبح إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب فوز أسود الأطلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين. تقدم منتخب المغرب بهدف في الدقيقة 50 من رأسية سددها عبد الإله حفيظي قبل أن يسجل عبد الرحيم مكران الهدف الثاني في الدقيقة 52. وفي الدقيقة 69 أحرز بدر بلهر الهدف الثالث لمنتخب المغرب من ركلة جزاء احتسبها الحكم التونسي قبل أن يسجل الفراعنة هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 من خطأ لمدافع المغرب الذي وضع الكرة في مرماه. حدد البرازيلي باولو أوتوري المرشح لتدريب الزمالك موعد وصوله إلى القاهرة للتفاوض مع مجلس إدارة النادي حول توليه مهمة تدريب الفريق خلف البرتغالي أوغوستو إيناسيو الذي تم فسخ عقده بالتراضي. وجه الزمالك الدعوة لصاحب الستين عاما للحضور إلى مصر لاستكمال المفاوضات والاتفاق على بعض بنود العقد وطلباته المادية ومساعديه ليخطرهم البرازيلي بوصوله يوم الثلاثاء المقبل. وينهي المدير الفني المتوج بكأس العالم للأندية مع ساو باولو عام 2005 بعض الأمور الخاصة به مساء الأحد على أن يتوجه بعدها إلى القاهرة في رحلة تستغرق نحو 30 ساعة. تقرر تقديم موعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة بمقر النادي في ميت عقبة 24 ساعة ليقام غدا الأحد بدلا من الاثنين بسبب دخول الزمالك معسكرا مغلقا بدءا من يوم الأحد ولمدة 10 أيام. كان الزمالك قد أعلن في فترة سابقة تعاقده مع عدد كبير من اللاعبين مع استعادة خدمات الرباعي خالد أمر وإبراهيم عبد الخالق وحازم إمام ويوسف أوباما. الجدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن رحيل 10 لاعبين عن الفريق على رأسهم الزامبي إيمانويل مايوكا بالإضافة لمحمد ناصف وأسامة إبراهيم ومحمد مسعد وإسلام جمال وصلاح ريكو وشوقي السعيد وأحمد جعفر وإبراهيم صلاح وعلي فتحي. أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن الأهلي لا يبحث إلا عن حقوقه فقط وتسهيل الأمور على أعضائه من خلال إقامة التصويت على لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي على يومين. وقال طاهر خلال الندوة التي عقدها مع الأعضاء بفرع الجزيرة لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي، قال أن كل ما يثار في الفترة الماضية عن الأهلي ضد الدولة غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الأهلي وافق على قانون الرياضة رغم احتوائه على بعض البنود التي بها عوار، وذلك تقديرا للمرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة. كشف أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني عن حديثه مع أحمد حسن كوكا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الأخير، وتعرض كوكا لإصابة دموية مروعة خلال مشاركته مع سبورتينج براغا أمام هافنار غادار الأيسلندي في تصفيات ما قبل دور المجموعات للدور الأوروبي يوروبا ليج. قال نبيه إن الجهاز الفني للفراعنة اطمأن على كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها، مضيفا أنهم سينتظرون مرور 24 ساعة لمعرفة مدى حجم الإصابة ومدة غيابه. يذكر أن الفريق الطبي لبراغا قد توجه بكوكا إلى المستشفى سريعا عقب الإصابة التي تعرض لها. ختام الجولة الرياضية، أما الآن عودة لنهى ومحمد تركي إليكما. شكرا لك يا أسماء. إذن مشاهدينا الكرام هكذا انتهت هذه النشرة، لم يتبقى بها سوى تذكرة بأهم العناوين. القاهرة تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين لبحث دعم القضية الفلسطينية.
تواصل مغادرة الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة، ومصر للطيران تسير 21 رحلة اليوم لنقل الحجاج. إصابة 8 أشخاص في حادث طعن بروسيا، والشرطة تقتل المهاجم. شكرا لحضراتكم، تحياتنا مشاهدينا الكرام، دمتم بأمان الله.